استمرار انخفاض وتراجع الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات، والليرة تفاجئ الجميع وتستعيد الجانب الأكبر من الخسائر التي لحقت بها، والحكومة تضع خطة لترشيد المستوردات لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، وانقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة يرفع أسعار المسلجات بشكل جنوني، وأسعار الذهب تسجل انخفاض جديد في الداخل السوري. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة، ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. سجل سعر الدولار الأمريكي انخفاض جديد لليوم الخامس على التوالي مقابل الليرة السورية، لتستعيد الليرة الجانب الأكبر من الخسائر التي لحقت بها خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض الأخضر بمقدار 150 ليرة خلال تداولات اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 في عموم المدن والمحافظات. ونؤكد على أن تراجع الدولار وانخفاضه أمام الليرة مبشر خير وتفاؤل كبير على تعافي العملة الوطنية السورية بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بها خلال الأسبوعين الماضيين. وتسعى الحكومة السورية لترشيد الاستيراد بهدف وقف الصعود القياسي للدولار أمام الليرة عن طريق خفض الطلب على العملة الخضراء. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية إن سياسة ترشيد المستوردات التي تعمل عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة المواطنين ومستلزمات العمليات الإنتاجية بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 8542 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 9900 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة. وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ليسجل مستويات 11700 ليرة للبيع و11600 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن ال100 دولار هتساوي 1,116,000 ليرة. ورغم انخفاض الدولار والعملات مقابل الليرة السورية لليوم الخامس على التوالي، إلا أن المواطن السوري يعاني من ارتفاع جنوني في جميع أسعار السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها في يومه، مثل أسعار البنزين والسكر والرز والزيت وأسعار العقارات والإيجارات وأسعار المواصلات وغيرها. ويتساءل كثيرون عن الأسباب التي تسهم في رفع الأسعار بهذا الشكل الجنوني، وده وضحناه في حلقة بعنوان رغم انخفاض الدولار لماذا لا تنخفض الأسعار في سوريا. ذكرنا في الحلقة أراء الخبراء وحددنا فيها المشكلة والحل ليها. ومؤخرا كشفت تقارير في الداخل السوري عن ارتفاع كبير في أسعار المسلجات وخاصة قالب التلج، واللي بيوصل أحيانا ل 20,000 ليرة، يصل سعر الكيس الصغير إلى 2500 ليرة، وذلك بسبب ارتفاع حرارة الجو والانقطاع المتكرر للكهرباء، أمر الذي يعد مصروف جديد وإضافي على كاهل المواطن السوري الذي يعاني من تدني دخله وراتبه في ظل ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع والخدمات يكاد فيها يسد احتياجاته اليومية بصعوبة. أما فيما يتعلق بحركة الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الجمعة، فقد شهدت انخفاض جديد بمقدار 10,000 ليرة. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المحافظات والمدن السورية خلال تعاملات اليوم الجمعة، سجل الدولار في دمشق 11,700 ليرة للبيع و11,600 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 11,700 ليرة للبيع و11,600 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 12,280 ليرة للبيع و12,230 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 12,300 ليرة للبيع و12,250 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 12,300 ليرة للبيع و12,200 ليرة للشراء. أما في الرقة فسجل الدولار 12,300 ليرة للبيع و12,200 ليرة للشراء. وفيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الجمعة،
سجل اليورو 12794 ليرة للبيع و 12679 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 8765 ليرة للبيع و 8682 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 14813 ليرة للبيع و 14677 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 434 ليرة للبيع و 428 ليرة للشراء. أما الريال السعودي فسجل 3123 ليرة للبيع و 3094 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 37864 ليرة للبيع و 37515 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3186 ليرة للبيع و 3155 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3214 ليرة للبيع و 3184 ليرة للشراء. أما الدينار الأردني فسجل 16528 ليرة للبيع و 16379 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 377 ليرة للبيع و 372 ليرة للشراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم، سجل جرام الذهب عيار 24 725 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 636 ألف ليرة. أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 546 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 1933 دولار فاصل 36 سنت، وسجلت ليرة الذهب 5,222,000 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 435 دولار فاصل 19 سنت. أما أونصة الفضة فسجلت 282,773 ليرة سورية اللي بتساوي 23 دولار فاصل 56 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 9,092 ليرة. نكمل جولتنا للسعرات أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية خلال تعاملات اليوم الجمعة، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وحافظ على مستواه على منصة صرافة التابعة للبنك المركزي اللبناني عند 85,500 ليرة، وانخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان ليسجل مستويات 89,500 ليرة للبيع و 89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية خلال تعاملات اليوم. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك، علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول، ادعمني وتابعني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.